أسعد الله مساءكم يا جماعة الخير، يا جماعة الخير. تمام، العمل الخيري، العمل الخيري لو إيش، لو قدم أي شخص فيه لا تدخلوا السياسة أحقادكم فيه. مرضى الفشل الكلوي يعانوا، والمناشدة لها أشهر ونحد استجابنا ولا حد يتحرك. جزاه الله خير طارق صالح، وفر لهم اليوم يعني 100 جلسة تقريبا، حق أكثر من شهر ونص أو شهرين. تمام، بعد هم المئات من المرضى. للأسف للأسف شفنا ناس قاحدين وحاقدين وحاسدين يتكلموا ويتزايدون وحاقدين. ليش قدم طارق؟ يعني يموت المرضى عادي تمام، لكن طارق لا يقدمش. طيب إيش البديل؟ ما لكم من صالح عبيد يقولوا عليه طبال، يقولوا عليه منافق، واللي قال عليه مسيح دجال، واللي يقولوا ما يقولوا، مين بيقدم الخير؟ هاتوا بديل، هنا تنافسوا، عوضوا الناس. لكن لا، موتوا، موت يا صاحب الفشل الكلوي، لا تخلي طارق يعيد عمك. هكذا هم يشتم، طز بحياة الناس، طز بحياة يعني المرضى، طز بحياة الشعب. هم خارج الوطن عايشين مرتاحين، وعيالهم يتداووا بالخارج، والشعب الداخل لله. جزاه الله خير أنقذ المئات. إيش قدمتم؟ لا تزايدوا بوطنيتكم الكاذبة الزايفة. الناس تموت من العذاب، من المرض، مات الطفل الردفاني. شي شفنا تحرك، شي شفنا داء. للأسف احتفالات تافهة، يخسروا الملايين، ما شفنا حبة دواء قدموها المرضى. جرحانا مقدلين في البيوت، في المستشفيات، لا حد داريبهم. لا نكون الزايد على حساب معاناة الناس الفقراء. إذا أنت ربي يعني أعطاك الصحة والعافية ومعك خيرك بيدك، لا تبخل على الفقير والمحتاج، ولا تزايد عليه وتقطع رزق المساكين والمحتاجين والمرضى. لا تقطع ولا تحرض، اسكت واطرح بلقفك شنبل، شنبل اطرح بلقفك. لا تحرض على ارزاق المساكين والمحتاجين والمرضى، اطرح بلقفك شنبل صندل وقزمه. اختلف، هاجم الشخص ان كان في طارق حاجه هاجمه، لكن لا تهاجم الاعمال الخيريه حق المرضى والفقراء والمحتاجين اللي يقدمه. أكثر المنظمات الدولية منظمات داعمة كفار مش مسلمين، لكن عندهم إنسانية. نحن لا نلوم أي شخص يقدم حاجة جزاه الله خير، كان من كان، بينقذ مريض، بينقذ، جزاه الله خير، شكرا له. والله عز وجل يقول فمن أحياها كأنما أحيا الناس جميعا. هذا مش كلامي أنا ولا كلام حد، ده كلام الله عز وجل، وهذه صدقة له، بتنقيه وبتنقي أهله من هذا المرض. اسعين، اعمل منشور، منشور يمكن قيادات حقنا والتجار حقنا يمكن يدعموا هذه المرضى بمنشورك، لكنك تزايد وتقطع رزق المحتاجين، وانه حرام يا عبيدي ليش وديت جنة ادوية لمرضى الفشل الكلوي. لا مش حرام، حرام عليك انت الذي تقطع وتحرض على المرضى والمحتاجين. نسأل الله ان يبتليك يا من تحرض لحرمان مرضى الفشل الكلوي من الدواء وإنقاذ حياتهم، إن شاء الله أن يبتليك عشان تحس بالابتلاء لله ابتلاهم وتحس بمعاناتهم. إن كنتم صدق رجال ما تكلمتوا تزايدتم على مرضى الفشل الكلوي. هذه رسالتي أحب أوضحها للكل، أنا لا أخص أشخاص، للكل. واطرحوا براسكم هذا الكلام، العمل الإنساني والعمل يعني إنقاذ أرواح الناس والمرضى وأصحاب المرضى المزمنة لا تزايدوا عليهم، خلوا بلقوفكم كذا ساكتين بس، لأن الله بيبتليكم، بتحسوا بنفس المعاناة بعدين. لا تخلوا، أنا أسأل الله أن يجنبكم كلكم من هذا المرض. لكن من هو جاحد بيحارب المرضى دونه ويسرق على ظهرهم أو يحرض على ظهرهم، أسأل الله أن يبتليه.